أنا قررتكم أنا قررتكم على هالشر إذا كان هالشر معقلا قررتكم معه إذا كان كي طالب خفض أسعار كي طالب إعادة هيكلة المنظومة الصحية كي طالب بخلق مناصب الشغل للشباب المعطلين نكون معه باش ما نكونش معه إذا ما كنتش معك وأنا إنسان ماشي بعقلي ولكن هالشر من غد في إرحب مش هذا الشر أنا نمشي معك هالشر كيهدد السلم الاجتماعي ديالنا السيادة الوطنية ما يمكنش أنا ما يمكنش أنا واحد ما بين ما عليه فوق من النعاس ورجعوه الأمين عام هكي كي 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 ما قدرش أنه يستسلم وأنه يعرف أنه انهزم أو أنه كان فاشل لمدة 10 سنين اللي كانت تقبل الحكومة السابقة الناس ما قدروش يتقبلوها وكانت المتلمانيات ديالهم ونزلوا بالوزن ديالهم الكبير في الحسيمة ومكناس حنا القياديين ديالنا مشاو الحسيمة ومكناس ساندوا المرشحين ديالنا بس ما مشيناش معاهم حيت حنا حزب مضاد حزب بني على اسس حزب شباب حزب كفاءات وهادشي ماشي شعارات خاليه بصح عندنا كفاءات دوريه واول مره عندنا حكومه اللي كتقلد في مناصب عليا ووزارات حساسه نساء واش حيت صارتكم قدر انه كان عندها الشجاعه من وزيره الماليه امراه ما فهمتش لي نقدر نقول لكم هو اننا كحزب التجمع الوطني للاحرار ما جالسينش خدامين الليل والنهار بمعنى الكلمه كنحاولوا اننا نكونوا خط المسؤوليه اننا نمثلكم احسن تمثيل كاين اللي كيقول يمكن احنا الشباب انا كنقول لكم مثلا انا خلال المواكبه ديالي الحالق هذه 15 يوم وانا في الميدان كاين بزاف كيقول لك تصريحات عاليه شكرا كنتي في الميدان هذا راه واجبي ماشي واجبي البرلماني هذا واجبي الانسان حيت انا انسان قلنا لكم برلماني واللي كينتقدو كيقول لك مشا دري سلفيات مع العافيه واش الانسان طبيعي سبعة درجه من الحراره عايش في الطريق وصعوبه تاع باريس العالم القاري وانتم عارفينها ومنخين بدا كنحيدو الناس العالم القاري وكنحيدو عاليه وكنحيدو الشباب